جايز انا احمد انا عبد الرحمن. احنا النهارده هنعمل معاكم تحدي 15 ثانيه. بس قبل ما نبدا البيز استنى لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان تشوفوا شباب فيديو جديد. ويلا بينا نبدا التحدي. معاك 9 كوبايات بس احنا هنص الكوبايات دي كده فوق بعض من غير ما نستخدم ايدينا برقنا ف 15 ثانيه. جاهزين للتحدي؟ اه ريدي ستدي. هعزمك يا احمد وانا كمان هعزمك. ما تقلقش انا اللي هعزمك. انت هتقدر تعمل اي حاجه. يا انا هعزمك. ريدي ستدي جاهزين؟ ريدي ستدي جو. لازم الكوبايه كلها فوق بعضها. هو ده الوقت خلص وانا خلصت. وانا خلصت. احنا هما الاثنين خلصنا مع بعض. انا خلصت قبليك يا عم. انا خلصت قبليك. انا خلصت. انا قلت خلاص الوقت خلص وهما الاثنين كانوا خلصوا. يبقى الجوله دي فيها تعادل. برافو عليكم. اه شوف بس لازم الجولات الثانيه يكون في حد اسرع من الثانيه عشان يكون في منافسه. بص على اي احنا كسبنا. يلا بينا على الجوله الثانيه. احنا معانا 3 ايام احنا هنحطهم على ظهر ايدينا لمده 15 ثانيه. جاهزين؟ جاهزين. يلا ريدي ستيدي جو. حطوا الاقلام على ايديكم اظبطوها علشان اول ما هبدا اعد لو وقعت يبقى انتوا كده خسرتوا. خلاص ظبطتوا؟ ابدا اعد. خلاص الوقت خلص وانتوا الاثنين كسبتوا. برافو عليكم. خلاص بقى نزلوا الاقلام. يبقى النتيجة بتاعتي. يبقى انا كسبت الايام دول. يا انا اللي كسبتهم يا عم. يلا بينا بقى على الجولة اللي ورا. احنا معانا مستيكة مربوطة بكريم. احنا بقى هنحط الردة في بقنا وهنقعد نسحب يغير ما تيجي المستيكة دي في بقنا. يلا ريدي ستيزي جو. احمد دفع المسيكة من على الترابيزة. الوقت خلص. خلاص محدش كسب. يلا بينا بقى الجولة اللي ورا. معانا كوبايتين لبن هنشوف مين هيخلص الاول. بس طبعا هيشربوهم بالملعقة. انا يهزم. مش بالكوبايه كده عادي. هعزمك يا عم. لازم بقى في منافسه التحدي ده لان دي اخر جوله. يلا بينا ريدي ستيزي جو. الوقت خلص. يا ترى مين بقى اللي شرب اكتر؟ عبد الرحمن. شيل يا احمد تاني معلقه. مش عارفه هو تقريبا عبد الرحمن اللي شرب اكتر شويه. عبد الرحمن يا جماعه اخيرا فاز. انا كسبت. ايه يا احمد كان واضح صح؟ يا سعدي يا عم سعدي. طبعا اخر جوله هي الجوله اللي كانت خلصت بينهم وعبد الرحمن هو اللي كسب في التحدي وبيستمتع كمان باللبن. بس كده. بصوا بقى يا جماعه دلوقتي عاقب احمد. يا 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 اسكت يا ما اقول العقاب يا عم. نو العقاب بقى يا جماعه نو هيسمع احمد هيسمع كلامي لمده يوم كامل. نو نن نن نو نن نن يا عم اسكت بقى خلاص العقاب. انا
بنات ده انا كنت كاتبه ده كتب العقاب ده من اختيار عبد الرحمن سبيت. ولما لقى نفسه ان هو كسب في اخر جوله فرح جدا وقال ينفذ العقاب ده على احمد وكمان فرحت قوي هي انت هتسمع كلامي انتظرونا بقى في الفيديو اللي جاي تنفيذ العقاب على احمد مالك يا احمد زعلان وانا فرحان يوهو بس بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان تصيروا شايف اي فيديو جديد ونشوفكم فيديوهات تانية ان شاء الله باي باي.